طبعا بالبداية أتمنى لكم التوفيق ومشروع بناء القدرات، وكلنا شغف بإذن الله أن يعني أن بإذن الله نعمل معاكم بعد نهاية المشروع، وحتى نستفيد منكم ومن الأجندة ولا المحاضرات اللي تأخذونها على مدى المشروع. يمكن حنتكلم عن التحول الصحي، وجزء من التحول الصحي اللي هو المشروع اللي قائم اليوم اللي هو الكاباسيتي بيلدينج، بناء قدرات، هو أحد الأركان الأساسية لرؤية 2030 وحتى للتحول الصحي على مستوى المملكة. راح نشرح لكم البداية. قبل ما نتكلم عن التحول الصحي حنتكلم من وين جت مبادرة التحول الصحي أو برنامجه. طبعا هذه برامج تحقيق رؤية 2030 هي 11 مبادرة، طبعا برنامج صندوق الاستثمارات العامة، برنامج اسكان، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الاستدامة المالية، تنمية قدرات البشرية وجودة الحياة، والتحول الوطني، تحول القطاع الصحي، برنامج التخصيص، برنامج تطوير القطاع المالي، برنامج تطوير الصناعات الوطنية والتمدستية. كل هذه البرامج هي متشاركة، طبعا هي جزء، هي مجموعة البرامج كاملة، ويكون فيها شير لأي برنامج مع كذا وزارة أو كذا هيئة حكومية. يمكن اللي يهمنا احنا بوزارة الصحة وبرنامج تحول القطاع الصحي، أيضا برنامج تنمية قدرات بشرية اللي هو جزء منه هذه الدورة اللي هي بناء القدرات. طبعا المصدر لهذه المعلومات الموقع الرسمي رؤية المملكة 2030. إيش هو برنامج تحول القطاع الصحي وإيش دورنا احنا فيه يعني حتى كمختصين مكافحة العدوى؟ طبعا أي مبادرة من المبادرات الأولى اللي من شوي لها أهداف استراتيجية، ولازم كل الوزارات وحتى منسوبي الوزارات انهم يعملون عليها. وهو زي ما قلنا هو مشروع وطني، ولله الحمد يعني بدأت بوادر هذا المشروع تتضح، وكلنا باذن الله ايمان فيها، وكل شخص يعني ما نستقل باي مجهود، اي شخص موجود باي وزاره او اداره، الجميع هم يعني شركاء في تسهيل عمليه نجاح هذه الرؤيه. الاهداف الاستراتيجيه للبرنامج: الأول تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، الثاني تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، الثالث تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، والرابع هو تعزيز السلامة المرورية. هذه الأهداف الاستراتيجية للبرنامج تحول القطاع الصحي اللي هو جزء من برامج الرؤية. يمكن يهمنا كثير إحنا كمكافحة عدوى وكصحة وقائية بشكل عام، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية. يمكن هذه الأشياء اللي ما في أحد يقدر يدعمها وحتى يعززها قد المختصين في مكافحة العدوى، لأن هي يعني هدفين استراتيجية، هو فعلا هو الجزء الأساسي من عملنا. وش هو مسار التحول؟ قبل ما نتكلم إيش إحنا المرحلة اللي إحنا فيها وإيش المستهدف، طبعا سابقا أنتم تعرفون أن نظام الوزارة الصحية وزارة ومديريات، الآن إحنا في مرحلة هي اسمها RSD2 وMOCH2، المفترض أنها تنتهي في نهاية 2023 وننتقل للبروس الثاني. إيش الهدف من هذه المرحلة وإيش المرحلة إحنا فيها؟ طبعاً المرحلة هذه كلها أنه تقوم وأساسياتها هي فصل مهام تقديم الخدمات عن وزارة الصحة المديريات، يصبح تقديم الخدمة موجود في التجمعات الصحية. إيش دور الوزارة وإيش دور المديرية؟ وهذا جداً مهم، واحد الأسباب اللي إحنا موجودين اليوم عشانه، إنه إحنا كوزارة مديرية إحنا جهة تنظيم أساسية لمكافحة العدوى والصحة العامة بشكل عام. الوضع المستهدف في 2030 اللي هي المرحلة القادمة اللي هي بيكون فيها طبعاً شركة الصحة القابضة والجهات الوطنية للخدمات المشتركة. شيء المبادئ التوجيهية، أي برنامج أو أي نموذج تشغيلي أو أي مرحلة مؤقتة، على سبيل المثال المرحلة اللي احنا فيها طبعا هي مسمى RSD2، وفي مرحلة يقابلها اسمها MOCH2. RSD2 تعني Regional Health Directorate اللي هي تعني بتحول المناطق أو المديريات، MOCH2 هو يعني بتحول الوزارة، لذلك التحول هو على جميع القطاعات، وأهمها قطاعات أيضا الوزارة والمديريات، بيكون فيها طبعا كل السير نحو تحقيق كل أهداف التحول من ناحية دمج برامج وحتى التحسين من جودتها. كل برنامج أو نموذج تشغيلي له مبادئ توجيهية. حنتكلم عن اللي يهمنا اليوم اللي هي مبادئ التوجيهية للنموذج التشغيلي RSD2. طبعا يتقسم إلى عدة أشياء اللي هي
تحقيق الفصل الكامل وإنشاء التجمعات الصحية، وإحنا أوريدي موجودين في هذا الشيء. يمكن تلاحظون بعض المناطق الآن موجود عندنا التجمعات، وبإذن الله بنهاية السنة 2022 بتكون التجمعات كفر لكل مناطق المملكة. النقطة الثانية هي تقليل الاضطراب الحد الأدنى، وهذا أحد أهم الأشياء الأساسية. أنتم تعرفون أي مرحلة تغيير أو تحول يقابلها بعض التحديات، الدور الأساسي لنا إحنا جميعاً أن نحاول نقلل الاضطراب في مكافحة العدوى للبرامج إلى الحد الأدنى، بحيث أنه والدليل هنا التقليل، ما نقول أنه منع، لأنه مؤمنين أنه في تحديات وبإذن الله جميعنا يعني شركاء في محاولة تجاوزها إيماناً بهذه الفكرة وهذا المشروع الوطني. مهم جداً أن إحنا نحاول نتجنب حدوث الاضطراب في خدمات التي تمس رعاية المرضى البيشن، وأيضاً في أداء برامجنا مثل برامج الهاند هيجين والأوديتينج وبرامج مكافحة العدوى الأخرى. مهم أيضاً أن نضمن القدرة التنظيمية لمديريات الشؤون الصحية بالمناطق الـ RHD2 عند الإطلاق. هذه يمكن بنوصلكم نقطة هنا، أنه كثير يتكلمون يمكن بالبعض المناطق اللي ما بعد بدأ فيها التحول أو ما بعد بدأ التجمع، يمكن في اللي قاعد يقول لك والله خلاص ما عاد في مديرية، خلاص التجمع هو بديل، ما في شيء من هذا القبيل. هذه هي المبادئ التوجيهية. إيش اللي بيصير؟ بيصير موديفيكيشن لأداء المهام، نفس اللي قاعد يصير الآن بالوزارة. لذلك على سبيل المثال لما نرجع بعدين الهيكل التنظيمية حتلاحظون بعض الإدارات غير موجودة، لأنها إدارات أوبريشن تقدم خدمة، بس الإدارات اللي تقدم رقابة تنظيمية أو حتى جزء وقائي بتكون موجودة بالمديرية وبالوزارة وبالمديرية أو وبالتجمع أيضا. لذلك اللي يهمنا أنه ما في شيء اسمه، ما في هدف من أني أنا ألغي مديرية وأبني تجمع جديد، فخاص أوريدي موجودة مديرية. لا، الهدف اللي بيصير تحول أصلا بشكل عام، معظم برامج تحول القطاع الصحي هو موديفيكيشن، تطوير وتحويل الأداء الإدارات، تغيير شكلها إلى الشكل الأفضل. وبوادر هذا الشيء الأمانة بدأت تبان عندنا، حنتكلم عليها مستقبلا في السلايدات، يعني بوادر أهداف هذه الرؤية بدأت تصير عندنا بعض المناطق اللي بدأ فيها التجمع لنا حنا حتى ك يعني عاملين في مجال مكافحة العدوى. أهم الأسس لهذا المبدأ هو ضمان استمرار الرقابة التنظيمية على التجمعات الصحية والقطاع الخاص. هنا نتكلم أن المديرية، وهذا أنتم يعني أحد الأركان والأعمدة لهذا المشروع الوطني، أنتم المفترض أنكم تضمنون استمرار الرقابة التنظيمية على التجمعات والقطاع الخاص، حتى تؤدي المديرية دورها التنظيمي والإشرافي على مستوى المنطقة، يعني كيعتبر أشبه ما يكون بريجنال هيلث أوفيس، يعني هي ممثل وزارة بالمنطقة. أيضا مهم جدا ضمان استمرار نشاط المديريات بالمناطق على مستوى المكان. هذا بند واضح وصريح لبعض الزملاء اللي يقول لك والله ما عاد في مديرية أو كذا. لا، هنا هذا بند من نموذج تشغيل مديريات RHD2 وتحليل استراتيجي مكتب تحقيق الرؤية، ينص على ضمان استمرار نشاط المديريات في المناطق على مستوى المملكة ولكن بشكلها الجديد واللي يخدم المرحلة. أيضا ضمان التوافق مع تصميم موشول اللي هو وزارة الصحة، أوريدي أصلا في تحول لا موجود على مستوى الوزارة، واجتماعات قائمة يعني بالأسبوع ما يقارب اجتماعين إلى ثلاثة، كلها تهدف إلى التطوير من مستوى الخدمات المقدمة أو الخدمة التنظيمية المقدمة للوزارة والمديرية. هنا نتكلم عن ايضا المبادئ التوجيهيه حسب البرامج. يهمنا احنا كمكافحه عدوى الصحه العامه، ينص بعض البنود اللي تهمنا، انا اقتبست منها سمري اللي احنا نحتاجه في مكافحه العدوى، ان المديريه هي مسؤوله عن متابعه امتثال التجمع الصحي لارشادات برنامج الصحه العامه. ايضا اطلاع ديوان وزاره الصحه بمخرجات برنامج الصحه العامه عن طريق المديريه. هنا يوضح لنا انه والله الممثل الوزارة بالمنطقة هي المديرية، هي المسؤولة عن اطلاع الوزارة على مخرجات هذا البرنامج. مهم جدا أن تكون حلقة الوصل ما بين الوزارة والتجمعات، المديرية هي حلقة قوية ومنسوبينها ذو كفاءة عالية، وبإذن الله هذا الشيء اللي نطمح له بعد الانتهاء من مشروع بناء القدرات بإذن الله. هذا السمري اللي احنا قلناه قبل، ايش بيكون دور الوزاره المستقبلي او حتى الموجود الان في بعض المناطق اللي بدا فيها التجمعات زي الزملاء بالرياض، القصيم، حايل وبقيه المناطق. هم عارفين انه فعلا هذا بدات ملامح هذه المهام وهذه الرؤيه
تبان في هذه المناطق. الوزارة هي دورها تنظيمي وتقوم بالمهام التنظيمية، المديرية تقوم بالمهام الإشرافية على مستوى الريجن، التجمعات تؤدي دور الأوبريشن. وحناخذها على سبيل المثال مهامنا إذا نتكلم عنها، على سبيل المثال لما نتكلم نأخذ طبعا ما في برنامج احنا نقول والله برنامج ينتقل كليا الى تجمع في مكافحة العدوى، اتكلم لان مكافحة العدوى ما هي بخدمة علاجية. لذلك لو نلاحظ بهيكلة المديريات الخدمات العلاجية انتقلت كليا للتجمع، غير موجودة بنموذج التشريع RCD 2. ليه؟ لانها هي يعني كلير وبيور اوبريشن. مكافحة العدوى العكس تماما. ليش على العكس؟ لو تلاحظون هذا يدل على أهمية مكافحة العدوى، إنه عندنا برامج مكافحة العدوى تلاقيها تنقسم إلى جزء تنظيمي وجزء منها إشرافي ورقابي وجزء منها تشغيلي. لما تجي تمسك على سبيل المثال الأودت، في جزء منها تنظيمي أو تشريعي، هذا يتم في الوزارة عن طريق بناء المعايير. إيش هي المعايير؟ ولما نمسك الأودت والله مين يسوي لنا طيب المعايير؟ تسويها الوزارة، هي دورها تنظيمي according scientific reference العالمي والمعتمد على مستوى المملكة. طيب في جزء من الأودت الآن خلاص احنا بنينا المعايير، نجي للجزء اللي يخص التقييم أو الرقابة أو الإشراف، هذا دور المديرية. طيب هل في الأودت جزء تشغيلي؟ نعم، في الأكشن بلان. مين يسوي الأكشن بلان؟ هنا التجمعات. لو تلاحظون أنه أي برنامج عندنا من فيكشن كنترول مقسم، ما في شيء اسمه والله انتقل كليا خلاص أنا مالي شغل. هنا ليش احنا نقول النقطة هذه؟ عشان نتكلم أنه موجود اللي يبحث على إلغاء الجري زون، هي ما تلغى مكافحة العدوى، بالعكس هي موجودة وهي أحد أسباب نجاح مكافحة العدوى. المشاركة ما بين منظومات مكافحة العدوى ولفلاتها، المشاركة ما بيننا وبين إدارات الشقيقة، المشاركة ما بيننا وبين وزارات الأخرى. إحنا عندنا مكافحة العدوى مشروع على مستوى وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية. لذلك مكافحة العدوى هي جزء preventive medicine وجزء جدا مهم، ومن أهميته أيضا إنه موجود في كذا مجال. لكن اللي حيحصل إيش حيصير مكافحة العدوى مع التحول؟ قبل لما كان الوضع أنا أرى إنه رأيتي إنه ما كان مرتب الأمانة، فكان الوزارة قد تقوم بدور تنظيمي ودور رقابي ودور أكشن بلان، وجميع عليه لود عالي. كذلك المديرية تلاقيهم يتعبون بالمستشفيات ومستشفيات كذلك. الآن هذا جزء تنظيمي، يعني كأني أنا والله وزميلي اللي بالقسم نشتغل نفس العمل وكلنا بشغل غير منظم، وجاء توزيع ما بيننا والله تعالى عبد المجيد امسك الملف هذا، أنت مسؤول عنه وأنت مسؤول عن التاسك هذا، وجميعنا نشتغل. لذلك لما نتكلم عن وزارة مديرية تجمع، ما نتكلم عن والله منظومة منفصلة تماما، لا، هم زملائنا يتشاركون معنا بالمهام، يدون جزء من مهامنا، لكن اللي يختلف هو نسبة أداء المهمة في كل برنامج. يمكن هذا توضيح بسيط لإيش يعني تحول في مكافحة العدوى. يمكن حنتكلم هنا عن بعض المناطق الآن ملاحظين أنه هذا الهيكلة تم إطلاقها عندهم، على سبيل المثال القصيم وأيضا الحسا والشرقية وقريب جدا الرياض. هذا هيكلة المديرية RSD2. واحنا وين موجودين؟ احنا موجودين هنا تحت الصحة العامة مكافحة العدوى. ولأهمية مكافحة العدوى، هي موجودة طبعا كإدارة منفصلة، وبقية إدارات الصحة الوقائية موجودة تحت برامج الصحية وإدارة المنافذ. يمكن اللي بالأزرق اللي هذا موجود البنك الدم الإقليمي، مركز الطب الشرعي ومركز مراقبة السموم، هذه جزء يعني إدارات لن يتم تحولها وتخصيصها لأنها تعتبر أمن صحي وطني، فهي مربوطة دايركت مديرية الشؤون الصحية. باقي البرامج لو تلاحظون بيكون جزء منها موجود في التجمعات، وجزء موجود في المديريات، وجزء أيضا في الوزارة. أما فيما يخص الخدمات العلاجية لو تلاحظون هنا ما في موجود، على سبيل المثال إدارة طب أسنان والصيدلة، هذه الخدمات العلاجية كلها تنتقل إلى التجمعات. وبوادر تتكلمون أنه طيب إيش الأوتكم؟ إيش قاعد يصير المناطق اللي ما عندهم الآن تحول؟ اللي حصل لنا إحنا الآن اللي شفناه في عيوننا حتى ما قبل ما نوصل، وهذا اللي خلينا نؤمن إيمان كامل بأنه يعني لما أنا يعني نقاتل عشان نجاح هذه عملية التحول هذه. وفعلا يعني اللي لاحظناه على سبيل المثال على سبيل الأودت، كنا نشوف بعض البرامج مثل بالتقييم، لما كان التقييم من المديرية
كان نشوف النتائج 99 96، لما الآن اكتشفنا لما بدأ التقييم صار التقييم لا تقييم منفصل وله تقييم من نفس المنشأة، بدأت تطلع النتائج اللي 45 62، يعني إحدى المنشآت واصل تقييمها عندنا 38% وهي قبل التحول كانت 97. اللي بوضح لكم إنه اللي اكتشفناه حنا إنه ما قبل التحول كان التقييم عندنا إيش ما يكون كأنه سيلف أسيسمنت، يعني كأنه المديرية قاعد تقيم نفسها وتقيم عملها، لكن بعد التحول المديرية قاعد تقيم جهة منفصلة، فأصبحت المديرية هي جهة محايدة في التقييم، يعني كانت تقيم برايفت سيكتور. هذه أحد بوادر التحول نتائجه اللي إحنا جد يعني من الآن بدأت تبان بوادرها حتى قبل 2030، وبإذن الله إنه يعني متى ما اكتملت كل هذه الرؤية وكل هذه البرامج مشى برص التحول طبعا بتعاونكم ودعمكم لهذه النظرية، بدأنا مقبلين على جودة عالية لتقديم الرعاية الصحية، مقبلين على مكافحة عدوى جدا قوية على مستوى المنطقة، ولذلك حتى على مستوى الكفاءات الموجودة احنا نفسنا استفدنا من الناس اللي بدأوا، حتى المناطق اللي بدأ فيها تحول، حتى احنا على مستوى الوزارة كفريق تحول استفدنا احنا اصلا من بناء قدرات لنا، استفدنا من الرؤية الاستراتيجية اللي قاعدين نشوف نتائجها الآن موجودة، زائد انه الرعاية الصحية هذه المستفيد منها انا وانت والبلد ككل، لذلك اهتمامنا فيها ودعمنا لها بإذن الله مبني على إيماننا بهذه الفكرة وبناء قدراتنا لمساهمة بنجاحها. هنتكلم عن حالة التحول الصحي الموجودة الآن عندنا بالمملكة. عندنا عدد المناطق اللي اعتمدت كمناطق تحول هي 11 منطقة، عدد التجمعات اللي تحتوي على مجلس تنفيذي فعال هم 9، عدد أقسام مكافحة العدوى بالجمعيات الصحية هم 9، ولله الحمد في مكافحة العدوى وصلنا إلى نسبة تغطية لمكافحة العدوى على مستوى الجمعيات 100%. نطمح والحمد لله يعني بدأنا بروسس عالي فيها إن نكون نؤسس قسم مكافحة العدوى قبل ما يطلق التجمع، هذا الخطوة التارجت لنا والحمد لله بدأنا فيها. الآن على مدى هذه المناطق الموجود فيها تحول إحنا قاعدين نحضر مناطق ثانية لبداية الأقسام مكافحة العدوى فيها، حتى أسماء المطروحة لرئاسة قسم مكافحة العدوى بالتجمعات المقبلة التحول موجودة عندنا بإذن الله، ونطمح بإذن الله أن تكون يعني أن نكون مساعدين لتسهيل هذه العملية. اليوم عندنا تحول بالرياض ثلاث تجمعات، الشرقية تجمع، الحسا تجمع، حايل والقصيم والمدينة ومكة على تجمع. عندنا مناطق قريبة من التحول هم جدة وحفر الباطن والجوف والطائف وعسير وجيزان. اليوم بدأ طبعا اليوم اللي هو فعلا بدأ تحضير للتحول بمنطقة جيزان. المناطق هذه القريبة من التحول هنتكلم إيش الرؤية اللي هتكون عندهم بحيث أنهم يكونون جاهزين للتحول والتعامل مع التجمعات الصغيرة بالمنطقة. مين هو فريق التحول المؤسسي بإدارة مكافحة العدوى؟ ونطمح أن يكون عندنا فريق تحول بكل مديريات المنطقة، بما أن هذه السنة تعتبر من السنوات اللي تعتبر هي فعلاً الهدف الكبير والكونسبت الكبير السنة هذه للوزارة هو التحول. كان بروس حقه ماشي، يمكن مع الجائحة تأخر شوي، لذلك بإذن الله بنهاية هذه السنة حيكون في تجمعات كل مناطق المملكة، وتكون كل مناطق المملكة هي مناطق يعني متحولة حسب الـ RSD 2. فريق التحول المؤسسي بالإدارة عن مكافحة العدوى تؤسس في سبتمبر 2019، جزء كبير منه أنه هو مسؤول عن تطوير أقسام مكافحة العدوى، ضمان استقرار استمرار أداء البرامج، تمكين أي شيء يساهم في دعم الجهود في تحقيق الاستراتيجي البرامج رؤية المملكة 2030. الفريق الموجود هنا بالإدارة هو فريق داعم وليس فريق رقابي، هو فريق يعمل يعني سبورت لكم، هو فريق مو بأمامكم قد ما هو خلفكم، داعم جدا لكم. الدعم اللي يقدمونه يعني كل أنواع الدعم اللي أنتم تتوقعونه، يعني لدرجة أنه حتى الوصول إلى أعلى القيادات بالمنطقة حتى على مستوى الفيارو لتسهيل عملية تحول مكافحة العدوى. هو يرتبط بالمدير العام، ينقسم فريق التحول المؤسسي عندنا إلى فريق استشاري وفريق تنفيذي. فريق تنفيذي اللي هم الفريق اللي يعملون على الدعم عملية التحول بشكل يومي، فريق استشاري اللي هم يعتبرون أساتذتنا بالإدارة
بقيادة الدكتور خالد، الدكتورة فايزة، الدكتور عبد الفتاح والدكتور غادة، اللي هم يعتبرون مرجع لنا في أسس التحول في الاستشارة كناس يعني هم إكسبرت أكثر منا حتى في تاريخ مكافحة العدوى. حنتكلم عن شيء مهم جدا، واللي للأمانة ولله الحمد احنا نتكلم الموضوع هذا تم يمكن ب 2019، واليوم نتكلم عن إدارات بالوزارة، اليوم هم قاعدين يشتغلون بشيء مشابه. لما بدينا في التحول وجدنا أكبر صعوبة قاعد يواجهون المناطق، اللي هم وين حدود أو نطاق عملي أنا والتجمعات. يمكن هذه كانت هي العقبة الوحيدة اللي يواجهونها المناطق. لذلك من هنا بدأت فكرة حاجة احنا نفتخر بأنها منتج من منتجات الإدارة عندنا، اللي هي وثيقة توزيع المهام والصلاحيات المتعلقة بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى بين مديريات التجمعات. يمكن هذه الوثيقة الآن هي بدأت من زمان، عندنا منها فيرجن 2 ونعمل الآن على إصدار فيرجن 3. يمكن الآن في إدارات بالوزارة مع بداية التحول وجدوا أن الحل للاضطراب اللي حاصل في بعض برامج وزارة الصحة وحتى الصحة العامة، الحل له هذه الوثيقة اللي بدأت من زمان مكافحة العدوى. لذلك احنا الوثيقة هذه مؤمنين بأنها بإذن الله هي جزء كبير من تسهيل عملية التحول، مؤمنين بأنها هي المرجع لنا احنا في أداء البرامج، وحتى في مؤمنين أنها هي قابلة للتحسين أيضا. ما نتكلم أنها هي ناجحة 100% أو هي نعتبر أنها مثالية، والدليل أن احنا عملنا في الجنسية وحنعمل 3، ممكن نعمل 4 و 5. متى تتغير الوثيقة؟ تتغير الوثيقة بناء على الفيدباك اللي من المناطق والمستيكس اللي احنا نجده مع العمل. ما في شيء نظري احنا نتوقع نجاح 100% قد ما احنا نشتغل عليه ونجربه. لذلك ايضا هي تتغير بناء على معطيات التحول. التحول له خطة استراتيجية ممكن تتغير مع السنوات، او هي قابلة للتغير مع السنوات. نتكلم اليوم عن RSD2، بكره لما نيجي مرحلة جديدة RSD3 حتتغير الوثيقة بناء على معطيات المرحلة. لذلك اللي بنوصله انه كل التحول لما حد يتكلم يقول والله كل شوي قاعد يتغير، طيب السنة الجاية ممكن شيء جديد، نعم، واللي بعده ممكن شيء أجد أيضا. تارجت التحول واضح والهدف عام 2030 واضح، لكن الانتقال له الآن دايركت على التارجت اللي ترغب فيه التحول الصحي أو حتى جميع برامج الرؤية، الانتقال المباشر له يحدث اضطراب لها. لذلك يجب أن يتم الانتقال بشكل تدريجي، وهذا اللي قاعد يتم. لذلك كل سنة هي في مرحلة مختلفة التحول وفي شيء جديد لها. لذلك وثيقة توزيع المهام طبعاً أنشئت تزامن مع قرار إنشاء أول تجمع صحي المملكة اللي هو بالشرقية، وتم إصدار الوثيقة وكان هدفها هو تنظيم ودعم عملية التحول الصحي، واستندت على الفئات التنظيمية اللي هي الفئات الثلاث اللي هو التنظيم بالوزارة والإشراف أو الإشراف على مستوى المنطقة بالمديرية والتشغيلي. هذه الوثيقة زي ما ذكرت لكم هي تخضع مراجعة مستمرة والتحديث الدوري حسب المقتضيات والمستجدات المتصلة بالرؤية. أيضا يتضمن جزء منها تقديم رعاية صحية بجودة عالية ومن انتقال العدوى بالمنشآت، وفي تواصل ما بيننا وما بين الإدارات الشقيقة. هذا يدل على أن مكافحة العدوى هي جزء كبير ومكمل لكل إدارات الوزارة وحتى خارج الوزارة. احنا على اجتماعات أسبوعية مع مكتب التحول المؤسسي والفي ار او، أيضا مع المديريات والتجمعات الصحية، أيضا مع شركة الصحة القابضة الآن، يعني من شهرين احنا عندنا اجتماعات أسبوعية معهم. ترعى الإدارة مكافحة العدوى هذه الوثيقة ما بين قيادات مكافحة المديريات والتجمعات. ايش دورنا احنا بالمديريات؟ دورنا أن هذه الوثيقة احنا نشجع على العمل بها، أنتم عيننا بالمناطق. ما حتنجح هذه الوثيقة إلا بدعمكم لها وتعاونكم أو حتى بالتزامكم بتطبيقها. لذلك مهم جدا نحن كخريجي مشروع بناء القدرات أو مسؤولين عن التميز المؤسسي أو مسؤولين عن التحول بالمناطق، أن احنا أول من يدعم هذه الوثيقة، زايد أن احنا نكون أول من يقراها، أول من يفهم تفاصيلها، زايد احنا نتطلع منكم ان تكون عيننا بالمناطق، والفيدباك اللي يصير بالمناطق او اي ملاحظات ترسلونها لنا تساعدونا في تحسين هذه الوثيقه. طبعا اخر تحديث لها كان في 6 اكتوبر وهي تعتبر النسخه الثانيه، والان نعمل على تعديل النسخه الثالثه. نتكلم عن شلون يتم تحول في
مكافئ العدل بمنطقة أو محافظة. طبعا من البداية يتم الاجتماع مع ممثل مكتب تحقيق الرؤية في الوزارة ويبلغوننا مثلا على سبيل المثال، خلونا ناخذها مثال جيزان. الآن بيتم التحول في جيزان، أمس أبلغونا الزملاء بالفي آر أو بالوزارة أنه يعملون على التحول في جيزان. حنتواصل اليوم احنا ان شاء الله مع الدكتور رضوان مدير مكافحة العدوى بجيزان، حنبلغه انه المنطقة القريبة من التحول، مقبل التحول، هي منطقة جيزان. لذلك يتواصل هو بدوره بمكتب الفي ار او بالمنطقة. لما يصير تحول، مشروع تحول في منطقة، اول شيء يصير يتم استحداث ادارة جديدة بالمديرية اسمها ادارة التحول. لذلك المفترض من الزميل الدكتور رضوان انه يتجه الى مكتب التحول بجيزان، يبلغهم انه مكافحة العدوى جاهزة للتحول، عندنا القوى العاملة والكفاءات الجاهزة، عندنا وثيقة توزيع المهام جاهزة، احنا اول الادارات اللي تسعى انها تبدأ بالتحول يكون لها نظير وقسم في التجمع. ليش احنا قلنا الدكتور رضوان او مدير مكافحة العدوى بالمنطقة؟ لان احنا ندعم انه يتم العمل عن طريق المديرية. لما تاخذ الوزارة واحنا عندنا ولله الحمد الكفاءات والفريق القادر على انه يدير عملية التحول في المنطقة، لكن مؤمنين بانه ايضا مثل ما عندنا فريق قوي بالوزارة، عندنا فريق قوي بالمنطقة يقدر انه هو يدير العملية. مهم جدا ان التواصل يتم عن طريق مكافحة العدوى بالمديرية وليس الوزارة. لما تاخذ الوزارة الاثوريتي والاوفر هاند ان هي تتكلم باسم مكافحة العدوى بالمنطقة، نكاد نقول الله احنا بدور اخر احنا نضعف دور المديرية، وهذا شيء لا نحبه ولا يعجبنا، ونقاتل على أن يكون في باور قوي لكل منظومة مكافحة العدوى بالمناطق والمحافظات. هذا الشيء نطمح له بوجودكم. لذلك مهم جدا أن اللي يمثلنا احنا في المنطقة هي المديرية. اللي يطلع يتكلم باسم الدكتور خالد عنزي في 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 جيزان هو الدكتور رضوان، اللي يطلع يتكلم باسم التحول بالوزارة هو ممثل التحول بمكافحة العدوى بالمنطقة. لذلك يتم توصية بتعيين ممثل مكافحة عدوى بالتجمع، يتم تسليم مسودة الوثيقة، وصراحة مكافحة عدوى المكتب الفي ار او بالمنطقة هو اوريدي موجود عندهم، هي ابروف من معالي الوزير ومن مكتب الفي ار او بالوزارة. يتم توقيع الوثيقة، ويتم ما بعد توقيع الوثيقة هل انتهى العمل؟ لا، جزء كبير من العمل حقنا في التحول هو المتابعة المستمرة. المتابعة المستمرة حنشرح شلون نتابع عن طريقتين، عن طريقة متابعة بروسيس التحول الإدارية، عن طريق متابعة الأداء التشغيلي الأوبريشن، والاجتماعات الدورية لدعم المؤشر وخطط تحسينية. مهم جدا يكون عندنا اجتماعات، وطالبينها هي ريكوايرمنت أصلا في المؤشر أنه يكون اجتماع شهري ما بين المديرية والتجمع، وإحنا نرعى هذه الاجتماعات وندعمها. الدكتور عبد المجيد السؤال. سم. وثيقة توزيع المهام هذه إيش محتوياتها؟ اسمح لي بعد إذنك الدسكشن، اسمح لي بعد انتهاء المحاضرة. أنا آسف. تعزيز الدور الإشرافي لأقسام مكافحة العدوى والمديريات الشؤون الصحية، هذا جدا مهم، يمكن أهم شيء بالمحاضرة هذه اللي احنا نتكلم فيها. ليش أنتم موجودين اليوم هنا ببناء القدرات؟ وإيش شكل المديرية الجديد؟ وإيش الموديفيكيشن اللي حيصير للمديرية؟ هل التغيير للمديرية أو حتى على مستوى الوزارة؟ لما أتكلم بلغة المديرية أتكلم عن معظم الزملاء الموجودين هنا أو الجميع هم المديريات. هل التغيير حيتم فقط عن بناء عن طريق إلغاء قسم وإنشاء قسم ودمج قسم؟ لا، الموضوع يتكلم عن فانكشن، يتكلم عن أداء مهام، يتكلم عن مهارات قوى عاملة. التحول ككل ترى أحد الأركان الأساسية حقته وهيكلة الأساسي هو القوى العامة أو الموارد البشرية، اللي هو فعلا يعني يراهن الجميع فيهم أن هم عصب نجاح الرؤية، عصب نجاح كل برامجها. مهم جدا أن احنا نعزز الدور الإشرافي لأقسام كافحة مديريات الشؤون الصحية بالمملكة عن طريق الالتزام بتوزيع المهام والصلاحيات لبرامج كافحة المديريات. الوثيقة هذه لازم نكون احنا أول ناس نلتزم فيها كمديريات، ان احنا فعلا لما يكون عندنا سياسه واضحه ووثيقه واضحه، مهام متوزعه بشكل مره واضح، المفترض انه مو احنا اول ناس يخترق هذه البنود. لذلك ان نكون حافظينها
ونكون عارفين شلون نمشي ونبرمج نفسنا اصلا على العمل بالشكل الجديد. انا اعرف الموضوع مو بسهل، لما تتكلم عن مديريه مثلا زي حايل يعملون كل شيء انفكشن كنترول، فجاه تجي والله لا انا بنقل الاوبريشن هنا، انا بنقل التنظيمي هنا، انت تدي الدور هذا. لما تجي تبرمج ناس قاعد يشتغلون على مدى سنوات كثيره على العمل بهذه الطريقه، انا ادري انه تشالنج، ندري انه صعب، بس بالنهايه ولله الحمد نجحنا فيه، واحنا قادرين وعندنا القدرات الذهنيه والسكيلز حتى ان نعمل بهذا الشكل، ورانا نجاح صراحه. ايضا مهم جدا تقديم الدعم الفني والاستشاري والتدريبي لمكافحه العدوى والتجمعات الصحيه. تعاملنا مع مكافحه العدوى في التجمع ما هو تعامل ند لند قد ما هو تعامل زملاء لنا ومنظومه متشاركين معنا في اداء المهام. لما اكون انا بالمديريه وعندي القوة أو القدرة النوليدج وعندي قدرة أني أكون الكوميونيكيشن سكيلز العالية أني أقدم لهم كل الدعم اللي يحتاجونه، هذا كل ما يحتاجه للتجمع. هنا أنا مؤمن أنه لما يكون الشخص هذا يمتلك هذه المهارات بالمديرية، أنا مؤمن أن التجمع وشركة الصحة القابضة حتؤمن أنه والله الجزء الداعم الكبير لهم هم المديريات. وجود المديرية وما عندها كل هذه سكيلز ما يدعم وجود مكافحة العدوى بالتجمعات، ولا يدعم أصلا ضمان سلسلة هذه العملية. الكلام ما هو على المديرية، الكلام حتى على الوزارة. عدم وجود فريق قوي حتى على مستوى الوزارة يخل بسلسلة مكافحة العدوى. لما ما يكون عندي فريق قوي بالوزارة يكتب لي جايدلاين قوي، يكتب لي معايير قوية، هنا صار خلل بالسلسلة. ما تقدر المديرية تراقب بشكل كويس، المعايير اللي بنيت في الوزارة ما هي كويسة، ما تقدر التجمعات تنفذ لأن أساس المعيار ما هو كويس. وقسوا على هذا سبيل مثال، لما يكون عندي وزارة قوية ومديرية قوية لكن عندي تجمع مو قاعد ينفذ بالشكل المطلوب ولا ينفذ بشكل كويس، هنا انهزت سلسلة مكافحة العدوى. لذلك احنا نتكلم انه لما يكون عندنا دعم فني استشاري قوي تدريبي على مستوى كفاءات المديرية، هذا نقطة جدا مهمة. دكتورة أتوقع في وقت ولا استعجل الموضوع دكتورة فايزة؟ هلا دكتور، إيه معك ربع ساعة. طيب أوكي. رفع مستوى تأهيل القوى العاملة مكافحة العدوى بالمديرية بما يتناسب مع المهارات المطلوبة لأداء المهام والصلاحيات، هذه نقطة جدا مهمة. هنتكلم اليوم على المستوى، يمكن زملاء يلاحظونها على مستوى المديريات اللي بدأ فيها التحول. إحنا لما نتكلم مثلا عبد المجيد، لما المفترض أنه ما يكون موجود بالمديرية ينتقل إلى التجمع أو ينتقل الوزارة، مو معناه أن عبد المجيد مو بجيد قد ما أن عبد المجيد ما هو فت على مهام المديرية بالشكل الجديد. المفترض أنه كل موظفين المديريات يكونون qualified وفت على المهارات المطلوبة للمديريات في RSD2. القوى العاملة للمديريات هي مفترض أن احنا نبنيها بناء على هذه المهام ويكونون فعلا هم متناسبين على أدائها. على سبيل المثال، لما ما يكون شخص شاطر بأداء بالدور الرقابي، ما يمتلك المهارات الأساسية، ما هو مقيم معتمد آيكا، فهو كذا يوزلس، ما عنده مهارات التقييم ولا عنده القدرة على التواصل الجيد، وقاعد يخل بسلسلة التواصل سواء مع الوزارة أو حتى مع التجمع، هو غير مناسب كذا بالوجود في المديرية. ممكن يكون عنده الشخص هذا يكون عنده قدرة كبيرة على أنه يكتب ريسيس ولا يكتب جايدلاين، يكون فت على الوزارة فينتقل هذا للوزارة. اللي بنوصل لكم ما في استغناء عن قوى العاملة قد ما في بيكون بالتحول حسن توظيف للمكان المناسب للقوى العاملة والموظف. لذلك جدا مهم، ونتكلم لما نتكلم يمكن زملاء بالمناطق عارفين أنه أكبر تشالنج يواجههم الآن هم القوى العاملة من ناحية عدد ومن ناحية كفاءات. لذلك مهم جدا أن أنتم زملاء بالمديريات ترفعون مستوى المهارات حقتكم بما يتناسب مع المهام والصلاحيات المطلوبة لRSD2. ما يهمني بالمديرية أنه يكون، نتكلم أنه ما يهمني أن واحد أنه يكون والله شاطر شون يكتب جايدلاين، هذا شيء يعني it's good، مرة كويس أنه يكتب جايدلاين، لكن ما يتناسب مع المهارات المطلوبة منه. يهمني أكثر أنه يعرف شون يتواصل مع التجمع وقيس عليها في الوزارة. ما يهمني إنه واحد بالوزارة هنا موجود إدارة مكافحة العدوى إنه شاطر ببراكتس سكيلز في المستشفى وعنده مهارات جدا عالية، قد ما يهمني إنه هو يقدر
يلقي محاضرة، يدرب، يكتب جايد لاين، قص عليها أيضا بالمشاركة. لذلك رفع مستوى التهيئة القوى العاملة بما يتناسب مع المهارات المطلوبة هذا جدا مهم. تعزيز مهارات التواصل مع التجمعات الصحية وزيادة ذات العلاقة. راح نتكلم أنه المديرية كاريجنال هيلث أوفيس خلال التحول هم لهم تواصل حتى خارج التجمعات الصحية مع القطاع الخاص، مع وزارة الموارد البشرية التنشئية بمراكز تأهيل، مع حتى إدارة السجون على سبيل المثال وإدارة الأخرى. التواصل الجيد الكوميونيكيشن سكيلز هذا جدا مهم، وزايد يأثر على العلاقة سواء حتى تتكلم إنه بعدين مع شركة الصحة القابضة. مهم جدا يكون عندكم الكوميونيكيشن سكيلز هذه العالية. لاحظنا الأمانة في بعض، وما في الأمانة ما في مجال إنه شخص بالمديرية ما يمتلك هذه المهارة إنه يكون موجود في المديرية، لأن المرحلة هذه جدا حساسة ومهمة، والجميع يعني قطار التحول هو ساري إلى محالة، والجميع راهن على نجاحه، والجميع قاعد يساهم في دفع دفته. مهم جدا إنه ما يكون عندنا عقبة في مسار هذا التحول، حتى لو كان للأسف أحد الزملاء سواء بالإدارة أو حتى المدير والمنشآت. على سبيل المثال لاحظ بعض المناطق اللي بدأ فيها التحول، بعض الزملاء كانوا في إشكاليات في التحول، الموضوع متوقف، التجمع، الوضع متوتر، الوضع متكهرب ما بين منظومات مكافة العدوى. لاحظ أنه في شخص معين قاعد يوتر الموضوع ما يمتلك هذه المهارات، لما يطلع هذا الشخص انحلت الأمور والأمور ماشية بالمناطق. لذلك الهدف من هذا الموضوع هو دعم سير عملية التحول، وتأكد أنه حتى لو كان في أي تحديات لابد أن احنا يتم إزالة هذه التحديات إذا ما تم دعمها بذاتها. هنتكلم عن مؤشرين موجودين على عجالة، عندنا مؤشر سير عملية التحول، وعندنا أيضا مؤشر أداء تشغيلي. سير عملية التحول هو شهري يقيس البروسيس للتعامل إداريا على حسب وثيقة توزيع المهام. مؤشر أداء تشغيلي يقيس الأوبريشن اللي هو يمس رعاية المريض، نتكلم فيه عن سيرفيلانس، نتكلم فيه عن طبعا الكلابسي وحتى على هاند هيجين وتطبيق معايير مكافحة الهدوء والريلودت. التدريب المستمر مهم جدا أن يكون وشون أنا أطور من نفسي في التحول، راح أتابع بشكل دوري تحديد توزيع المهام، راح أرفع مستوى الوعي عندي عن أهمية تكامل هذه الجهود تضافرها، راح أتابع محاضرات تعليمية لتحول مكافحة الهدوء موقع الإدارة الرسمي، عندنا ما يقارب 3 إلى 4 محاضرات، حتكون هذه إحدى المحاضرات اللي يتم إدراجها، موجودة على هذا الرابط، نسعد أنكم تطلعون عليه، ونسعد أيضا ب استفساراتكم، جاهزين للرد عن أي بروسيس التحول احنا كفريق تحول. بس يمكن دكتورة إذا تسمحي لي أجاوب على سؤال أحد الزملاء اللي أنا قاطعته فيما يخص الوثيقة. أي تفضل دكتور. الله يعافيك. الوثيقة هي موجودة في موقع الإدارة، هنرسل لكم اللينك، وكل كل ما يخص تحول مكافحة العدوى هو موجود بالموقع الرسمي الإدارة www.gdibc.ca، بإمكانكم الاطلاع عليها إن شاء الله. تفضل إذا أحد عنده استفسار ولا؟ هل في أي أحد عنده أي استفسار بخصوص عملية التحول، خصوصاً في بعض المناطق الردي يعني أو experience تبون تشاركونها معنا، سواء المناطق اللي تم عملية التحول أو المناطق اللي إلى الآن ما وصلت التحول، لأن التحول يعني خلاص لا محالة قريب. فأي أحد عنده أي استفسار أو سؤال عن هذا الموضوع يعني يعني استفيدوا من وجود دكتور عبد المجيد، لأنه فعلا له خبرة كبيرة في هذا المجال. طيب دكتورة تسمحي لي إذا ما في استفسار؟ يتفضل دكتور. ودي أسأل المناطق، أنا ودي أوجه استفسارات الزملاء بالمناطق، المناطق اللي فيها تحول، إيش أهم التحديات اللي يواجهونها الآن؟ نتكلم عن حايل، الرياض، القصيم، وش التحديات اللي واجهوها؟ هل تغلبوا عليها؟ وش ملاحظاتهم؟ مشان ينقلونها للزملاء. إذا عندنا توقع عندنا 10 دقائق، صح؟ صحيح دكتور. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، أهلا وسهلا. فرح المرهون، صحة شرقية. هلا فرح، حياك الله. الله يسلمك. طبعا
طبعاً إحنا في البداية مع التجمع كانت مع التحول كان في عندنا مشكلة في الكوميونيكيشن مع التجمع، بس صحيح. الآن إن شاء الله الحمد لله الوضع تحسن وصار في يعني الشنل المفتوحة بيننا وبين التجمع، في شبه اتصال يوم تواصل يومي مع التجمع إن شاء الله الحمد لله الأمور صارت تمام. يمكن على طاريها فرحة، إحنا صار عندنا الحمد لله في مكافة العدوى وصلنا لمرحلة إن إحنا يصير عندنا ملتقيات للتجمعات، يمكن هذه أول الملتقيات وهي الوحيدة على مستوى المملكة اللي قيمت لبرامج الوزارة وزارة الصحة اللي هي في مكافة العدوى، وتم تكريم فيها تجمع الشرقية كأفضل تجمع على مستوى المملكة للعام الماضي، موجودة المحاضرة على موقع إدارة، أنا أنصحكم أنكم تشوفونها وحتشوفون تجربة تجمع الشرقية الصحي في تأسيس القسم جدا رائع. الزملاء بدأوا من شخصين بتجمع وما في إيمان بأفكارهم، وحاول أنهم يسووا ماركتينج إيش يعني مكافة عدوى، وكسبوا كل الدعم، والآن من أهم البرامج الأساسية على مستوى الشرقية والتجمع. لذلك شكرا فرح. شكرا دكتور. الله يحفظك. صباح الخير دكتور. اهلا وسهلا. يعون الكثير مصحة الرياض الله يحفظك. نعم والله معروف حياك الله. الله يسلمك. يمكن الإشكالية اللي احنا نواجهها في الرياض تحديدا موضوع القوة العاملة في التجمعات الصحية، يمكن انت متابع للموضوع، يعني التجمعات بدأت وفي تواصل مستمر معهم مونثلي بيسز، لكن الإشكالية في موضوع الريكروتمنت على مستوى التجمعات، يعني اللي لاحظنا انه ما في اشخاص وما في القوى العاملة اللي تعمل في التجمعات بشكل منفصل تماما عن المستشفيات ومكونات التجمع، يعني على سبيل المثال التجمع الصحي الثالث والثاني والاول كذلك، ان لم يكن في نقص في الكوادر فهم يغطون عملين، يعني يغطون عمل المستشفيات اللي هم assigned فيها وعمل التجمعات، فهذا مصلح شوي دوبليكيشن ومصلح نوع من التداخل في المهام اللي بين التجمع وبين المنشآت الصحية التابعة لهم، لكن إن شاء الله أن المرحلة القادمة تكون يعني فيها يكون في مثلا تفرغ تام لعمل التجمعات ومراقبة هذا المنشآت اللي تحتهم، وسلامتك الله يحفظك. الله يحفظك بإذن الله. يمكن عون أنت فتحت نقطة جدا مهمة من ناحية حنا كمسؤولين في المديرية، مفترض مننا ان نحاول انه قدر الامكان ان ندعم استقطاب وتوظيف كفاءات مكافحه العدوى اللي موجودين بالمنشات. ترى لما نتكلم مفترض ان التجمعات ما يكون عندها نقص بالكفاءات والقدرات في مكافحه العدوى، لان جميع المنشات الصحيه هي موجوده عندهم وبامكانهم استقطاب اي احد. يمكن المشكله هو في توظيفهم في اختيارهم. مهم جدا احنا دورنا الزملاء بالمديريات ان نساعد التجمع في استقطاب الكفاءات، وحتى لو نعطيهم احنا حتى السياسة وانا بالإدارة ان اخذنا خريجين مكافحة العدوى الدبلومات والكورسات المكثفة وقلنا تفضلوا هذول اسماء خريجين مكافحة العدوى والكفاءات بالمناطق. شكرا عون الله يعطيك العافية. شكرا دكتور. عندي مشاركة، انا وفاء شمري من صحة حائل. بداية التحول عندنا صار في لخبطة شوي بعض المستشفيات، بحيث انه بعض المستشفيات صار عندها ضعف، صار في تشتت، فكانت أول من المستشفيات يعني التوب عندنا، فصار في ضعف بنفس الإدارة داخل المستشفى خاصة في قسم مكافحة العدوى، فما صار في متابعة، ما صار في هذا. أول شيء إحنا واجهناه، بس الحمد لله الآن نقدر نقول إن شاء الله 70-80% تغلبنا على الشيء هذا. ممتاز، مرة جميل. هذا وفا نرجع للنقطة اللي احنا تكلمنا فيها، اللي تحديات طبيعي انه الطريق ما هو مفروش بالورد، في تحديات. الجميل بالموضوع ان احنا بتكاتفنا جميعا في المناطق وفي الوزارة نحاول نتغلب على هذه التحديات، وهي ترى يعني تجربة مرة ممتازة وشيقة وجميلة لنا جميعا صراحة. مسألة انك انت هذا فن التغيير والتحول صراحة، انك انت تقدر تتغلب على التحديات والاهداف الاستراتيجية والمراحل اللي لها تايم لاين معين، فجدا مهم. الان في مناطق ما شاء الله يعني يتكلمون انه كان يواجهون هذه التحديات واصبحت من الماضي وصارت قصص نجاح. الله يعطيكم العافيه. الحمد لله على فيك. اتوقع دكتوره انت هالوقت صحيح دكتور، بس انا احب اشير انه ان شاء الله احنا كجروب، اول جروب لبناء القدرات، وايضا مع جروب
سفراء التمييز الإداري راح نعمل معاكم كفريق تحول على بناء السياسات والإجراءات خلال هذا العام إن شاء الله، اللي هي في عملية التحول. يعني إحنا بنصب جهودنا، ما راح يعني نشتغل على سياسات وإجراءات حالية، راح نعمل جميعا كفريق واحد على السياسات والإجراءات الخاصة بالمديريات في خلال عملية التحول، وبإذن الله بيكون هذا بكرة يعني إنتاج الدورة هذه بإذن الله. طيب أوكي، شكرا جزيلا لك دكتور، شكرا جزيلا لك دكتور عبد المجيد على المحاضرة صراحة القيمة. أشكر زملاء كلهم على الحضور. راح نبدأ إن شاء الله.